السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معاكم بحر المنسي من قناة تاروت سماء المحبة، وقراءتنا اليوم قراءة مواليد برج الجدي، توقعات شهر إبريل عام 2024. برج الجدي النهاردة المفروض هقول لكم كل حاجة بتفكروا فيها أو خايفين منها أو بتترقبوا حدوثها خلال الشهر ده، وكمان هقول لكم أبرز الأحداث عندكم، وهعمل لكم تهكير عقل باطن للشريك، وكمان هنشوف الفنجان. بدون ما نطول في المقدمة نبدأ بشكل مباشر، والحجز قراءة خاصة طول شهر العيد هيكون فيه هدية على القراءات، خاتم مناسب لبرجك ولطاقتك هيوصلك لحد باب بيتك أيا كان إيه بلدك خلال شهر العيد بإذن الله. وده هيكون هدية على حجز القراءة خلال الشهر ده، وده عرض استثنائي جدا ومميز لقناة سماء المحبة. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. امرأة برج الجدي، كارت الكأس الكبير. قراءة للرجال والنساء يا جماعة، قراءة عامة للرجال والنساء. العصايتين، وملك الكؤوس، تسع كؤوس، أربع عصيان، وملكة الكؤوس. برج الجدي، بوابة الكأس الكبير هي بوابة استجابة الدعاء، يعني الدعوة اللي انت بتدعي ربنا بيها. طب هتقولي اني دعوة؟ يعني دعيت على حد ولا دعيت لنفسي؟ اقول لك لا، دعيت لنفسك. الكأس الكبير اللي اتمنوا ان هم يمتلكوا حاجة بيمتلكوها، اللي اتمنوا استقبال عرض ارتباط من شخص مميز بيحدث، اللي اتمنوا يمتلكوا شقة هيمتلكوها، اللي اتمنوا يمتلكوا حاجة خلال شهر ابريل السماء هتعطيكم مكافأة قدرية بإجابة اكبر دعوة تتمنوها. تسع كؤوس، لدرجة ان نسبة سعادتكم خلال الشهر ده هتكون 90%. شايف هنا تحكم كامل في العالم بتاعكم، وسيطرة بشكل كبير على حياتكم، وانتهاء كافة الخلافات في حياتكم مع الشريك، وأوقات سعيدة ورائعة بتجمعكم مع شخص مميز جدا في حياتكم، بالإضافة إلى زيادة الوفرة على الصعيد المالي وزيادة الاستقرار والسعادة خلال شهر ابريل. الباب التاني معانا باب الكأسين. الباب ده باب الشراكات. يعني ايه باب الشراكات؟ اللي مقبلين على خطوبة، اللي مقبلين على زواج، المتجوزين بس يعني في شراكة قوية، او في شراكة قائمة بينكم وبين الشريك، او رابط قوي ما بينكم، اللي هو الاسد اللي انتوا شايفينه هنا ده، يعني رابط قوي بينكم وبين الشريك. بوابة الارتباط، بوابة الشريك. شايف هنا حصول على اهداف كنتوا بتسعوا اليها، ووصول لرغبات مع الشريك، واوقات سعيدة ورائعة، ونهاية كافة المشاكل والخلافات في حياتكم، بالاضافة الى انكم بتكتسبوا قوة كبيرة من دعم قوي بيعطيه ليكم الشريك. وكارت فارس السيوف، الاستعداد لفترة من التحديات من اجل اهدافكم اللي انتوا عايزين توصلوا اليها وتحققوها خلال شهر ابريل. الباب اللي بعد كده معانا باب الخمس عصيان، وهو باب المشاكل والخلافات، باب التحديات القائمة والمشاكل القائمة بينكم وبين الاشخاص اللي في بينكم وبينهم مشاكل.
ظاهر هنا في كارت الحدث كوين اوف واند، الرؤية العامة ليكم استقرار، واستقرار قائم لفترة طويلة، يعني استقرار هيمتد لسنوات. والنتيجة رابط قوي او اشخاص بيسعوا للافساد بالسحر او بيحاربوكم بالسحر او بيؤذوكم بالسحر او بيسعوا للخراب بينكم بالسحر في النتيجة. ده طبعا هنشوف نتيجته ايه بالنسبة لكم او تأثيره ايه عليكم. بالنسبة لدافع المشاكل او الاسحار اللي بتتعمل لكم، غيرة من حياتكم او غيرة من استقراركم او غيرة من الحياة اللي انتوا عايشينها، وان كنتوا اليد العليا ومش محتاجين لأي حد، وان عندكم وفرة وتحقيق عدالة مالية في حاجة. نتيجة السحر ده عليكم انتوا اقوى منه، يعني كوين اوف سورد، ان قوتكم العاطفية او قوتكم على اخذ قرارات او حكمتكم في اخذ القرارات المصيرية اقوى من اسحار اللي بتقوم عليكم. ظاهر هنا ان كتير جدا من اعدائكم مش عارفين يؤذوكم او مش عارفين يلحقوا بيكم اي اذى، وظاهر ان في اشخاص برضو عندهم عجز عن استغلالكم، نفسهم يستغلوكم وبرضو عاجزين. وظاهر من الامر ده بيصنع لديكم الكثير من الحزن او الكثير من المخاوف من العديد من الاشخاص من حواليكم، ونظريات المؤامرة اللي مش ينفع ما ينفعش ان انتوا تخشوا فيها بشكل كبير. شايف ان انتوا بتفكروا في المستقبل، شايف ان انتوا بتفكروا كتير في اللي بيحصل حواليكم، بتحللوا كل حاجة، وتحليلكم لكل حاجة ده بيسبب شعور مضاعف بالحزن في أوقات معينة في شهر إبريل، أو بعدم تخطي أوقات صعبة، رغم إن كنتوا بتكونوا بالفعل بتحققوا أهداف أو بتوصلوا للي انتوا عايزينه في نفس الوقت ده. الباب اللي بعد كده باب ملك العملات، أي باب التطورات المالية أو باب الوفرة المالية أو المساعدات المالية. شايف هنا تحقيق ضعف التوازن المالي قائم عندكم، وشايف هنا إبداع في العمل أو تحقيق نجاحات في العمل وتحقيق تطور في العمل وإبداع ومهارة عالية في العمل. شايف إن كتير منكم متمسك بتغيير عجلة الحظ، أو بإن هو يحسن من حياته، أو بإن هو يغير حياته للأحسن. ده على الصعيد المالي وعلى صعيد الارتقاء المالي وعلى صعيد الوفرة المالية. فارس الكؤوس هنا بيعلن ان كنتوا هتوصلوا للعديد من اهدافكم اللي انتوا عايزينها. بيعلن تطورات كبيرة على الصعيد العاطفي. بيعلن انتهاء خلافات، تقوية روابط بينكم وبين الشريك، حتى لو كان احد الاطراف متحكم بشدة في الطرف الثاني في هذه العلاقة. شايف ان في نهاية فترة تحديات صعبة، او اشخاص عايزين يلحقوا بيكوا اذى او بيكرهوكوا، وان شاء الله ربنا مش هيشمتهم فيكوا، وهيكون عندكم شفاء، وهيكون عندكم نهاية كل الفترات الصعبة اللي في حياتكوا. انتوا تحملتوا متاعب كتير، وعندكم كل اللي انتوا حصلتوا عليه تستحقوه بسبب التعب اللي تعبتوه لتحقيق عدالة قدرية. وكارت العدالة القدرية في الحدث نتيجته المرآة، يعني العدالة اللي انتوا شايفينها ان انتوا تستحقوها لنفسكم والمناسبة ليك، وهي اللي بتتحقق بالفعل في الوقت الحالي. شايف ان كنتوا عندكم تصالح قريب قوي، او راحة بال، او انتهاء، او خروج علاقات سامة كانت بتزعجكم. شايف كمان ان كنتوا بتكونوا اكثر حكمة في حل الخلافات، واستفدتوا كتير جدا من دروس مريتوا بيها، وعندكم نصر الفترة اللي جاية بإذن الله، وأشخاص مميزين في حياتكم مش علاقات سامة. البوابة اللي بعد كده بوابة التجاوز. انتوا بتسعوا لتجاوز الماضي، بتسعوا لنسيان أشياء كتير جدا، بتسعوا لبداية فترة أو عمر جديد أو حياة جديدة، أو كأنكم بتعيشوا حياة تانية، كأنكم متوا قبل كده ودلوقتي بتعيشوا حياة مختلفة عن اللي عشتوها قبل كده. عندكوا أحلام كتير، وعندكوا أفكار كتير بتفكروا فيها، وعندكوا حاجات أحسن من الحزن،
حاجات لو فكرتوا فيها بعقل وبحكمة هتساهم في تطور وضعكم المالي، وهتساهم في قدرة أكتر على الإبداع، وهتساهم في قدرة أكتر على إنكم تغيروا حياتكم للأحسن بالفعل، مش مجرد تكونوا في حالة حزن بتبكوا على الماضي أو عندكم حزن بشأن الماضي وبشأن العلاقات اللي خسرتوها. البوابة اللي بعد كده كأن السماء بتقول لكم إن هي بتعطيكم كل ما تريدوا، بتحقق لكم كل أمنياتكم، كل تطلعاتكم المالية اللي انتوا عايزينها بالفعل بتتحقق. عندكم نصر على أشخاص كتير جدا وعلى مواقف كتير جدا وتحقيق انتصار كبير. الحيرة اللي انتوا فيها دي ما ينفعش تكونوا فيها لو عندكم، أو لو دخلتوا في الحيرة دي لازم تلجأوا بأقصى سرعة للدعاء أو لتقوية الروحانيات أو للدعاء أو للجانب الديني اللي يقوي الروابط مع ربنا ويخليكم واثقين من كرم ربنا ليكم ومن الانفراج اللي هتحصل في حياتكم عشان تقدروا إن كنتوا تتجاوزوا سوء الظن بالله نتيجة الأحداث السيئة اللي مريتوا بيها في الماضي. ما تسيئوش الظن بالله أبدا، ودايما أحسنوا الظن بالدعاء. تعالوا نشوف أبرز أحداث هتحصل عندكم إيه الفترة القادمة. زيارة عائلية مفاجئة، بعض الأخبار الحزينة، تشافي من تعب صحي، شخص هيتكلم عنك في ظهرك، حمل في الطريق لك أو لأحد أفراد الأسرة، وابتعاد أشخاص سيئة عنك. تعالوا نشوف مشاعر الشريك أو بيفكر فيكم إزاي أو شايفكم إزاي. يعني هنشوف دلوقتي الشريك شايفكم إزاي. شايفك إنك عقلك كبير ومثقفة، شايفك بتحبيه من كل قلبك فعلا، شايفك حذرة جدا في التعامل، شايفك طيبة جدا ولكن فيكي شك مجننه ومخليه بيزهق بسرعة، شايفك مرحة لكن مش سهل تثقي في حد، شايفك غامضة لكن طيبة ولطيفة. ونشوف الفنجان. الحالة النفسية في حزن، في نوع ما من الحزن او من الذكريات السيئة اللي انا بقول انتوا بتفتكروها كل فترة، ولكن في استجابة امنية بعد عدة. الأمنية دي أشبه بحاجة أنتوا طلبتوها من ربنا والحاجة دي هتستجاب. طب ناتج عنها إيه؟ ناتج عنها بداية رحلة في حياتكم غريبة جدا. الكلام ده مش المفروض أقوله إلا في القراءات الخاصة، ولكن الروحانيين منكم هتزيد عندهم الروحانيات بشكل كبير جدا، او هيزيد عندكم علم معين كأنكم هتتخرجوا من دراسة معينة او علم معين، او كأن هيقوى عندكم قدرة على تحقيق كل اهدافكم اللي انتوا عايزينها، وهيكون عندكم استقلال بشكل كبير. احذروا احذروا الوسوسة، ان حد منكم يسمع وسوسة في دماغه، او ان هو يفكر كتير في الماضي او يسمع كتير للوسوسة. دايما استعيذوا بالله من الشيطان الرجيم، ودايما حاولوا تصفوا ذهنكم، لان كتير من الاسحار اللي بتتعمل لكم معتمدة على الوسوسة. الفترة القادمة يا مواليد برج الجدي هتظهر فيكم
للأشخاص المحيطين بيكم قوة كبيرة جدا. يعني عدوا من دلوقتي، مش لشهر إبريل، عدوا من دلوقتي بعد شهر إبريل بشهرين ثلاثة كده، وهتلاقوا إن انتوا أصبح عندكم ظهور مميز لأي حد يشوفكم، وكأن في تغيير كبير محدش قادر يفهم حصل ازاي. سنة 2024 من اكتر السنوات اللي مش انا لوحدي اللي قلتلكم ان هي حظكم فيها هيكون حلو جدا 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 جدا. ما تنسوش اشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم التوقعات الشهرية والاسبوعية لبرجكم، والحجز قراءة خاصة هتلاقي رقم واتساب في صندوق الوصف. شكرا لكم، السلام عليكم.